تأكيد مدينة الملك سعود الطبية بأن الطعام له دور في تقوية المناعة في الشتاء، مع ضيفي الدكتور عبد العزيز العثمان استشارة التغذية السريرية أيضا ورئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية. دكتور عبد العزيز مساء الخير مرة أخرى، بعيد عليك السؤال دكتور عبد العزيز عشان الإجابة كانت متقطعة حقيقة، ما هي أبرز الأطعمة المناسبة لفصل الشتاء دكتور؟ شكرا لك. الأطعمة المناسبة هي الغنية بالطاقة والغنية بمضادات الأكسدة ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين جيم وفيتامين دال وفيتامين ألف وفيتامين ها. فمثلا الأغذية في الغنية مثلا في المنطقة الوسطى أو في كل مناطق المملكة اللي تحتوي على التمور والحليب والحبوب الكاملة، وعشان كذا نجد ما شاء الله أطباق مختلفة مثل الجريش والقرصان والحنيني والفريك، ونجد مناطق مختلفة مثل المعصوب وغير، ما شاء الله المناطق المملكة كلها غنية بأغذية الشتاء توفر تعزز المناعة وتقويها وأيضا تعطي الجسم طاقة ضد البرد وأمراض البرد. السؤال هنا دكتور، كيف تساعد هذه الأطعمة على تعزيز مناعة الجسم؟ الحقيقة فيه مجموعة كبيرة جدا من الأغذية يعني تعزز مناعة الجسم، يعني خلينا نتكلم عن الفواكه من ضمنها الرمان والعنب والحبحب والجوافة كمصادر الفيتامين جيم، والفلفل الأخضر مثل ما ذكر في تقريركم، والكيوي والحمضيات، وأيضا العسل، المكسرات، بذور القرع وبذور دوار الشمس إذا حصل طبعا أحيانا من الدواجن المحلية، والبيض المحلي أيضا جيد. فيه طبعا مجموعة الزعفران، الزنجبيل، القرفة نسميها المسمار أيضا، هذه من الأشياء القوية. من خضار في مجموعة كبيرة مثل البروكلي والملفوف والزهرة والطماطم وفصص الطماطم، كل هذه الأغذية معززة الحقيقة الفيتامين للمناعة لأنها تقوي جسم ضد يعني الأمراض وضد الفيروسات والبكتيريا بتعزيز المناعة الداخلية للجسم. نعم دكتور عبد العزيز، هل هناك مفاهيم خاطئة عن الأكلات التي تؤكل في الشتاء؟ نعم صحيح، في كثير من الناس يعتقدون أن يعني أن لابد فيها أطباق معينة في الشتاء، لابد إحنا يعني فقط ما نتناول غيرها، لكن الواقع فيه بدائل كبيرة جدا. أتكلم مثلا عن المشروبات، يعني فيه مشروب السحلب، مشروب القرفة، مشروب الزنجبيل، مشروب اليانسون، مشروب الزعتر، كل هذه مشروبات الحقيقة مفيدة وتعزز المناعة في الجسم، ويعني بالإضافة إلى مشروباتنا الدائمة القهوة والشاي وغيرها، لكن هذه من المشروبات الحقيقة اللي نوصي فيها في الشتاء. أيضا من ناحية الأطباق، كل ما تنوع الأطباق، كل ما يعني عطت مجموعة احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن، كلما كان الجسم عنده استعداد لمكافحة الأمراض. زيادة التناول الأكل وبكميات كبيرة للأسف يضعف المناعة، مثل يعني زيادة السمنة أو سوء التغذية أو حتى يعني بعض العوامل اللي تضعف المناعة أحيانا لابد فعلا ننتبه لها. في تساؤل دكتور عبد العزيز، ما هو سبب زيادة الأكل والجوع أيضا اللي دائما يصاحب الشتاء؟ صحيح، لأن الجسم الحقيقة يحرق كمية كبيرة من السعرات أكثر ما يحرقها في الصيف، وعشان كذا هي نصيحة لإخواننا وخواتنا اللي يبغون ينحفون، ترى فرصة ممتازة للياقة البدنية، لأن الجسم يفقد كبير طاقة كبيرة جدا، فهي فرصة للي يبغى ينحف، هذا يعتبر الشتاء مناسب. وأيضا الجسم كلما يعني انخفضت درجة حرارة الجو، كلما يعني طلب مزيد من الطاقة، وهي الأغذية الموجودة الغنية اللي ذكرنا جزء منها الغنية بالطاقة وبالسعرات الحرارية. ولكن ان اللي لاحظه دكتور ان الناس تسمن في الشتاء. نعم، لان الناس للاسف ياكلون الحقيقه اكثر من المطلوب، وللاسف صارت يعني الاكل نوع من المتعه اكثر من قضيه انها حاجه. فلما يجي ولائم ولا عزائم ولا طلعات البر، انت تعرف اخوي فيصل جميله طلعات البر، فللاسف بعض الناس همهم وش ناكل وش نشرب، يعني ما يكون فيه احنا نمشي نتحرك نستكشف المناطق، وبالتالي الحقيقة تناول كميات كبيرة في الشتاء أحد أسباب زيادة السمنة مثل ما تفضلت أخوي فيصل. دكتور عبد العزيز، أيضا الممارسات التي تقلل المناعة في الشتاء، هل هناك ممارسات تقللها؟ شكرا على هذا السؤال، والله فعلا مهم. أحيانا إحنا نبحث عن الأشياء اللي تزيد المناعة وننسى الأشياء اللي تضعف المناعة. من أهمها وأخطرها واللي أعتقد أنها
رسالة أتمنى أنها تصل للجميع، السهر، السهر يقتل المناعة، الضغوط النفسية، التوتر، الإجهاد، السمنة، سوء التغذية، التدخين، عدم تنظيم الوقت، تكرار الالتهابات، أخذ أدوية، بعض الأدوية أحيانا تكرارها، يعني بعض الناس للأسف يأخذ مضادات حيوية بدون وصفة، كل هذه الحقيقة تضعف المناعة. فمهما بذلت، مهما تناولت من أغذية، ما دام عندك سوء تغذية أو توتر نفسي أو إجهاد أو سهر، فأنت الحقيقة يعني تضيع وقتك، للأسف بتكون معرض للأسف للأمراض لأن مناعتك ضعيفة. نعم، في مدينة الملك سعود الطبية دكتور ذكروا بأن الأطعمة، وذكروا منها يعني السبانخ، المكسرات، الفلفل الأحمر، البروكلي أيضا، الحمضيات، أنها تزيد المناعة. هل الزيادة هذه مشروطة بالشتاء ولا حتى في الصيف لو أكلتها حتزيد المناعة أيضا؟ سؤال أيضا جدا جميل. الحقيقة إحنا نحتاجها في كل الأوقات، هناك أغذية تناسب الشتاء، أغذية تناسب الصيف، لكن اللي ذكروا اللي هي مصادر مضادات الأكسدة مثل الأسماك والمكسرات وأيضا البذور مثل بذور القرع ودوار الشمس، المكسرات مثل الكاجو والجوز الهند وحنا نسميها بوفروة، أيضا العسل، الدواجن البلدية، وأيضا الخضروات اللي ذكروها، كلها فعلا تعز المناعة كل السنة. نعم.